أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما هو أسلم وأفضل كتاب في الفرق؟ وهل الكتب التي أوردتموها حفظكم الله سليمة من الخطأ في العقيدة؟ السلامة من الخطأ ما تكون إلا لكتاب الله وسنة رسول الله، ما هناك كتاب يسلم من الخطأ 100% يا أخي، فأنت خذ ما فيها من الفوائد واترك ما قد يكون فيها من الخطأ. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.